نكمل بقى اخبارنا، وبيختتم فريق فاركو بقياده كابتن ايهاب جلال تدريباته اليوم استعدادا لمواجهه فيوتشر المقرر ليها الساعه 5 مساء بكره يوم الاربعاء على استاد الاسكندريه ضمن منافسات الجوله العاشره لمسابقه الدوري الممتاز. بيخوض فاركو مورانو الاخير على ملعبه، بعد كده كابتن ايهاب جلال هيعلن قائمه المباراه اللي هتدخل معسكر مغلق الليله. وحذر بقى كابتن ايهاب جلال لعيبته من خطوره استمرار نزيف النقاط في مبارياتهم الاخيره بالدوري بعد الخساره من الاهلي بهدفين مقابل هدف، بعدها التعادل السلبي مع غزل المحله منذ تولي المسؤوليه الفنيه للفريق. نروح كمان لنادي غزل المحله، وطالب الجهاز الفني لنادي غزل المحله بقياده اليوناني بابا فاسيليو مجلس الاداره بالتعاقد مع 4 لاعبين لدعم الفريق خلال فتره الانتقالات الشتويه في يناير المقبل. المراكز دول هم لاعب الوسط المدافع، لاعب الوسط المهاجم، وثنائي في خط الهجوم من اجل اكيد حل الازمه الهجوميه داخل الفريق خلال الفتره المقبله. وبيدرس كمان مجلس إدارة نادي غزل المحلة البحث عن لاعبين أفارقة، بالإضافة أكيد لاختيار لاعبين صغار في السن يمكن أكيد يقدروا إن هم يستفيدوا منهم في قيدهم في قائمة الفريق تحت السن، زي ما حصل قبل كده مع النيجيري جابرييل أوريك لاعب المحلة واللي تم التعاقد معاه في بداية الموسم الحالي وقيده في قائمة الفريق تحت السن، خاصة إن مواليد 2004 إن هو من مواليد 2004 مما أتاح للفريق أكيد الاستفادة منه. نكمل كمان اخبارنا، ويخوض منتخب مصر للشباب بقياده كابتن محمود جابر الساعه 3 الا ربع عصرا النهارده مباراه وديه قويه جدا امام منتخب غانا الاول للمحليين وديا باستاد القاهره الدوري خلال الدولي خلال معسكره المقام حاليا، اكيد ده بعد اعتذار منتخب زامبيا. بيتمسك كابتن محمود جابر بخوض مباريات وديه افريقيه قويه لتوفير الاحتكاك اللازم للاعبين قبل خوض منافسات بطوله امم افريقيا اللي هتقام في مصر خلال فبراير ومارس المقبلين. اسفرت بقى قرعه بطوله كاس الامم الافريقيه تحت 20 سنه عن وقوع منتخب مصر في المجموعه الاولى، والمجموعه دي بتضم كل من موزمبيق السنغال وكمان نيجيريا. بتستضيف مصر بطوله كاس الامم الافريقيه اللي بتقام على 3 ملاعب في القاهره والاسكندريه وهيئه قناه السويس بالاسماعيليه. Come on, come on, come on.